اقرأ بسورة الفاتحة وهدوا ثوابها إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات، وبالخصوص من كان يشارككم في مثل هذه الأيام قد توفاه الله رحمهم الله جميعا. أعوذ بالله من الشيطان. وحاربوك والذين خذلوك
ترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخر وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولا وقصدناك بعبد الله أتيتك يا مولا يا ابن رسول الله زمرًا عارفًا بحقك مواليًا لأوليائك معادياً لأعدائك مستبصرًا بالهدى الذي أنت عليه عارفًا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته زيارة علي بن الحسين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم زيارة الشهداء السلام عليكم أيها الصديقون السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله فصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم بعد باقي واحد أنا نساه لازم نزور بعد الليل قال وبكي الفريضة تروح للحاير الشيعة أبو علي ومن مشهدك تطلع وتقصد الشريعة تزور القمر الأزهار أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم حسين يا 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 حسين ي
تحت تلك القبة يرفعون أيديهم بالدعاء وإحنا وياهم إن شاء الله. إذا شئت النجاة تفزر حسين غدا تلقى الإله قريب عيني فحاشا حاشا حاشا أن تمس النار جسمان عليه غبار زوار حسيني هذه زيارتكم وتأخذون جزاء الزيارة إن شاء الله. من تأخذ جزاء الزيارة؟ يقول يأخذوننا يدرجوننا في أكفاننا يحملوننا يضعوننا في تلك الحفرة الضيقة يهيلون علينا التراب ثم يمضي الأحبة يمضي الأقرباء ونبقى وليس معنا أحد. إذا استصرخنا لم نجد مجيبا إذا استغثنا لم نر مغيثا التراب يحوطني من كل مكان جيران الدود والعقارب والحياة والظلمة تحيط بي من كل جانب ليس معي أحد وحيد فريد في ذلك القاب أقاسي تلك الأهوال أقاسي تلك الشدات تلك المصاعب. يقول هني تحصل جزاك وإذا بي أرى نور يشرح صدري أرى نور يشرح صدري يكشف الهم والغم عني أدقق النظر ألتفت إلى مصدر ذلك النور وإذا بي أرى جثة بلا
وحب صدري يفحص على صدري ولا تجري دماي يكسر الخاطر يجذب الونا خفي شيعي لفات مهجتي الشيعي رضيع ذبحين يفحص على صدر وفجع قلبه ونينا بعيني نظرت بسهم الأحرار مصوبينا وبالغاضر ينصبت بسهم الرزين بعد بعد اسمع يا شيعي تبغى تعرف ما قال أنا الشهيد بكربلاء أنا الشهيد بكربلاء المذبوح عطشان وأنا اللي صارت جثة للخيل من رضى وعظامي يعني يعني رضى وعظامي وعلقوا راسي على سنان ومن بعد ذبح حرقا وخدر الهاشمي ما غسلوك ابو علي ما كفنوك ما جهزوك قال بلا بلا جهزوني كيف ابا عبد الله يقول اصحاب السيرة والمقاتل انتدبوا عشرة من الخيالة يقول كأن زينب واقفة عشر عشر ما يصنعون صعدوا على تلك الخيول صاروا يحمونها في الميدان اربعين حافل وايش يقول قال تقول يا شيعة الكرار ما فيكم حميمة يا شيعة الكرار ما فيكم حمية ما كان اخذتوا جفان رحتوا الغاري لو ايش سيدتي قالت شلتوا حمانة لا الدوسة قال قول
يومهم نخمد النار. قالت قوموا نروح الكربلاء نغسل الشبان الشبان ونشيل جسم حسين ونفصل الأجفان ورأس الشيعة ننزل عن الأسنان. يلا أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء. قال الميت لمات الخلق باق تحضر جازة وتتسارع العالم على سرعة حبيب الزهراء يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يوم الطفوف لا مدوم عليه رداء إلهي بمولانا الحسين صل على محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا مع الحسين واقض حوائجنا بحق الحسين وأعتق رقابنا من النار بحق الحسين يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآل